السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس. اليوم جبت لكم حريشه بالسميده، كيجيو هشاش معلكين وبمذاق لذيذ ومميز. طريقتهم سهله مهله ومقاديرهم بساط، توجدوهم بسرعه البرق الفطور او الغوتي. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم حطوا لايك واشتركوا معايا في القناه. الله يحفظكم والله يجازيكم بالخير، وشكرا لكم، شكرا بزاف. بسم الله، نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندي هنا جوج بيضات بحرارة المطبخ، عندي جوج ساشي خميرة الحلوة، عندي كاس ديال سنيدة سكر حبيبات، عندي عصير ليمونة كملته بالماء وعطاني هاد القياس، عندي كاس ديال الكوك ما عامرش بزاف هكا، عندي كاس ديال الزيت، عندي ياغورت طبيعي بدون نكهة، عندي قشور برتقالة، قشور ليمونه، وعندي السميده ديال الحرشه لهذا الشكل، السميده اللي كنصاوبوا بها الحرشه، سميده متوسطه. هادو هما المقادير اللي عندي. غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. غندير البيض، جوج بيضات، ندير معاهم قبيص هاد الملحه هكا، نزيد السكر حبيبات، سكر سنيده، وغادي نطربهم مزيان حتى تذوب ليا سنيده. دابا غادي ندير الزيت، كاس الزيت، نديك عصير ليمون مع الماء، ندير ياغورت، ياغورت طبيعي، قشور ليمونة، قشور برتقال، كما خلطت مزيان المقادير تندمجو مزيان ودابت ليا سنيده. دابا غادي ندير السميده، غنديرو شويه بشويه، ما نديرش الكميه كلها في خطره لان هي كتشرب. نزيد عليها ديك الكاس ديال الكوك او جوز الهند، غندير ديك الخميره جوج اكياس، دابا غادي نخلط. غادي نزيد السميده، دائما الدقيق بقاو نضيفو شويه بشويه حتى نحصلو على القوام اللي بغينا، ما نديروش الدقيق دفعه واحده. غنزيد ديك الكميه اللي بقات ليا، في نص كيلو كله. دابا غادي نخليها شويه عاد نشكلها، لان السميده كتشرب غنخليها تشرب لي شي شويه عاد نشكلها. انا خليتها حتى تشربات هكا، ولا ما بغاتش تشرب لكم زيدوا السميده، لان كاين السميده اللي كتشرب وكاين السميده اللي ما كتشربش بزاف حسب الدقيق، النوعيه ديال الدقيق. الا ما شربات لكمش هكا زيدوا السميده حتى تحصلوا على هذا القوام لهذا الشكل هكا. عندي هنا شويه ديال الكوك وشويه ديال السميده، دابا غادي نخلطهم مع بعضياتهم هكا فيهم فاش غادي نفند انا غريبه ديالي. غنشكلها هكا، ما نبسطوهاش، نخليوها هكا على هاد الحال. نسخنو الفران مزيان يسخن عاد نقصو الفران ويطيب على عافيه مهيله. انا عندي فران ديال الغاز،
ولا بدات كتلصق ليكم في اليد، بقاو ديروا دهنوا يديكم بشويه ديال الزيت. هاد الاسرار مهمه بزاف، كملوا الفيديو حتى للتالي باش تعرفوا الاسرار ديالها باش تجيكم ناجحه 100%. غادي نسالي ان شاء الله الكميه اللي عندي ونرجع معاكم. من بعد ما ساليت الحريشات كلتهم على هذا الشكل كما شفتوا معايا، دابا انا الفران غادي نقصلو، سخنته مزيان وغنقصلو، غندير لاطه من التحت، غتكون العافيه على الوجه ديالها، الفران ديال الغاز ماشي ديال الضو. دابا غندخلها ان شاء الله الفران وغير طيبها انا معاكم ان شاء الله. الحريشات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو رائعين، شوفوا تبارك الله كي كيجيو، ومن السمين بالبرتقال بالليمون كيجيو غزالين رائعين. كيجيو رائعين، كيجيو فتيين، شوفوا تبارك الله رطبين معلكين، شوفوا تبارك الله. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم حطوا لايك واشتركوا معايا في القناه. الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير، وشكرا لكم، شكرا بزاف.